الجهه الشرقيه وهذا الاستثمار المهم اللي كتشوفوه هو الا تفعيل لتوجيهات وخطابات جلاله الملك في الميدان الثقافي. لابد اليوم لما نتكلم على الصناعه الثقافيه ان يكون هناك واحد ليطاب الاولى اللي هي ليزانفراستركتور، ان خصنا نخلقوا واحد السوق للفنانين ديالنا للسينمائيين ديالنا يقدروا يكونوا استثمار. لما كنتكلموا على الفنانه والسينما وكنتكلموا على كذلك على مجموعه ديال العمال، مجموعه ديال المواطنات والمواطنين اللي كيخدموا في هذا المجال. لما كنتكلموا على المسرح والسينما لا يهم فقط الممثل او المسرحيين، بل مجموعه ديال الخدمات اللي كتخدم وراء هذا الترويج السينمائي او المسرحي او الفن والثقافه بصفه عامه. الليطاب الثانيه شنو هي؟ الليطاب الثانيه هي التراث، اهميه التراث في هذا المجال الثقافي. لما نتكلموا على التراث كنربطوه كذلك بالسياحه الثقافيه، يعني هي استراتيجيه شامله وكامله، والهدف منها ليس فقط اقولها واعيدها، اسمحوا لي كنعاود بزاف الهضره، هذه الصناعه الثقافيه ليس الدور ديالها فقط هو ترفيهي، بل هو اقتصادي، هو خلق فرص شغل، هو تنموي، هو باش نخرجوا مجموعه ديال الاقاليم والمدن من الفقر اللي كيعيشوا فيه. فأعتقد باننا خصنا نوه بهذه الاتفاقيه، وعلينا ان نتبع، وعليكم انتم كصحافه تعاونونا باش نتبعوا هذه الاستثمارات وهذه المجالات، لان عندكم واحد الدور هام جدا. اسمحوا لي انا كنتكلم معكم بطريقه مباشره، لان عندنا قطاع ديال التواصل كذلك، والدور ديال الصحافه الجهويه عندها واحد الاهتمام خاص، لان هي اللي غتعرف بالجماليه بالثقافه ديال المناطق ديال الجهه الشرقيه. فلهذا كنشكركم على ما جئكم معنا اليوم، ونوعدكم باننا يعني هذا الاستثمار اللي قمنا به ليس فقط توقيع على واحد الورقه بيضاء، بل هو غنتبعوه بواحد الطريقه جديه، وبشويه بشويه غنشوفوا الاثمار ديالو كتعطي. ومن هذه الاثمار راه اليوم حاليا وانا جالس معكم هناك مستثمر اللي استغل الفرصه باننا نحن هنا في الجهه الشرقيه، اللي بغى يستثمر في ثلاثه ديال المركبات السينمائيه في مدينه الناظور، في مدينه وجده، وكذلك في مدينه بركان. وهذا بحد ذاته مؤشر ايجابي، لان لما المستثمر يستجيب مع الديناميات اللي كنطلقوها كحكومه كجهه كدوله في الاخير، فكيتبين بان نحن في الطريق الصحيح. هذا اليوم يبقى تاريخي في جهه الشرق وفي مقر الجهه بحضور السيد الوزير اليوم، اللي كنعقدوا واحد الاتفاقيه مهمه، واللي غتعطي واحد الدفعه اقتصاديه ثقافيه للجهه. هي اتفاقيه اللي في اطار
تشجيع الثقافة والشباب كذلك. هذه الاتفاقية اللي تقريبا تقدم 500 مليون تاع الدرهم اللي فيها ثلاثة الشركاء، الوزارة وكذلك جهة الشرق وكذلك مدير وكالة تنمية أقاليم جهة الشرق. هذه الاتفاقية اللي في القطاع الثقافي هي تهم عدة مشاريع كبرى، ومنها المسرح الناظور وكذلك دور الثقافة على صعيد جميع الأقاليم. وكذلك في قطاع الشباب هناك إن شاء الله غادي هذه الاتفاقية ستشمل جميع الأقاليم. هناك مشروع كبير إن شاء الله اللي غادي يكون واحد مشروع سينمائي في الإقليم ديال فيكيك، اللي إن شاء الله غادي نخلي السيد الوزير دائما هو اللي إن شاء الله غادي يعلن عليه في الوقت ديالو في المكان ديالو إن شاء الله. ونتمنى إن شاء الله كتعرفوا هذه منطقة حدودية هي محتاجة للدعم، واليوم كما ديما كنكرروا كنقول لكم اليوم احنا كنجنيو الثمار الخطاب ديال صاحب الجلاله ديال 18 مارس 2003 اللي احنا اليوم في الذكرى 19 ديالو. بعد 19 سنه الجهه تحولت من منطقه اللي كانت في واحد العزله، اللي اليوم الجهه ديالنا كتعرف تعزيز ديال بنيات كبرى في جميع القطاعات، سواء الطرق سواء الموانئ، جميع قطاعات البنية التحتية. واليوم باكتمال إن شاء الله المشروع الملكي الكبير ميناء غرب المتوسط ستكون الجهة قد اكتملت جميع القواعد والظروف اللي غادي تقدر تجذب وتجلب بها الاستثمارات الكبرى. الاستثمارات بدات كتجي للجهة ديالنا، وان شاء الله هذه البداية، ومن بعد ان شاء الله غادي يكون مستقبل زاهر للجهة ديالنا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.